السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو قدمته. بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا. بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان، وبشكر الناس اللي بتشترك جديد، وبدعي لكم في كل وقت وكل اذان وكل صلاة. ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم ويبارك فيكم. ربنا يصلح حالكم وحال ولادكم. ربنا يا رب يكتر ارزقكم ويفرحكم يا رب، ويبعد عنكم المرض والشر واي حاجة وحشة. يا رب يشفي كل مريض ويشيل عنه المرض، يا رب يشفيه ويعافيه، يا رب يرزق كل محتاج الذرية الصالحة بالولاد والبنات كده يا رب، اللي يفرحوه ويملى البيت حواليه عيال كده يا رب. يا رب يرزق كل البنات المسلمين بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم ويفرحهم يا رب. يا رب يا رب كل اللي محتاجة ولد يا رب يديها الولد ويفرحها يا رب، ويفرح قلبها يا رب كده، ويكون سند ليها وسند لإخواته. يا رب ينصر فلسطين ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينصر كل بلاد المسلمين يا رب. يا رب يرزقكم الهنا والسعد والفرح يا رب. وبشكركم جدا والله على مشاهدتكم للفيديو، وربنا يحفظكم ليا ويخليكم يا رب. النهارده بقى بتعمل ايه يا ام داليا؟ الاول صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا كنت بعمل ايه؟ كنت هطبخ بقى النهارده. ما شاء الله الله اكبر. ايه كنت عامل؟ نص كيلو لحمه. اللحمه دي لحمه رومي، لحمه فراخ رومي. هي بتبقى شبه اللحمه الرومي البلدي، بتبقى شبه اللحمه كده، لكن الرومي اللي هو الابيض عامل زي الفراخ البيضة ده، بتبقى لحمه وبيض. الرومي البلدي عامل زي البط كده، مش انتوا لما بتذبحوا البط بتلاقي لحمته حمرا كده شبه اللحمه؟ هو الرومي كده. فلحمة الرومي البلدي ديتي لما بتحشي عنها الجلدية ما تفرجهاش بينها وبين اللحم. فأنا كنت جايبة طبعا كيلو زي ما الفيديو اللي وريته لكم، وقسمته نصين. النهاردة هعمل نص بقى، يعني الكيلو بمية وعشرين، النص النهاردة يعمل اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد 60 جنيه. 60 جنيه. وكنت جايبة بعشرة لوبيا كده 70 جنيه. 70 جنيه وعليه نص كيلو طماطم بخمسة جنيه. أنا كنت جايبة بعشرة جنيه طماطم، 75، وخمسة ملوخية. يعني كل الأكل كده مش هيكلفنا 100 جنيه. طبيخ ما شاء الله والعيال تهيس وتفرح ويقعد يومين كمان في البيت، ومش هيكمل 100 جنيه. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، واللي ما شاركش في القناة يشترك. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك، عشان انتوا في ناس كتيره بتنسى اللايك. والله اللايك ما بياخدش اي فلوس، اللايك ببلاش بس هيرفع الفيديو. فبالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وكمان لو مش عاجبكم قولوا لي اعمل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها، اي فيديو انتوا عايزينه قولوا لي وانا هعمله والله وانا تحت امرك. فطبعا ايه، انا هنا بخرط الملوخيه وزي ما قلت لكم بليت اللوبيا. طبعا اللوبيا بتكتر ربع كيلو، يعني اللي هو مش ربع، هو تقريبا تمن، هو بيكتر بك يعني ما شاء الله بيملى الحل. وانا هنا جليت التجلية، عليه بردك نص كيلو طماطم وعليه بصلة، وما شاء الله والله يملى الحل. كمان جنبيه ملوخية، يعني ايه الملوخية كمان بتوفر في الطبيخ، يعني هيفيد هيكفينا كمان والله يومين. فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ما تكلفش نفسك خالص، ومش عشان هنطبخ يعني لازم نحمر ونشمر ونجيب ايه الحاجات الغالية ومش عارفة ايه، لا. 100 جنيه ايتي، واد احنا عملنا وجبة ما شاء الله ايتي، يعني لحمة وطبيخ ورز وملوخية ما شاء الله الله اكبر ايه. ويعني ما تكلفيش نفسك ولا ايه، وقومي اعملي لولادك، وقومي لو الرومي دي موجودة عندك هروحي هاتيه واعملي، واكيد يعني موجود في كل بلد الرومي البلدي ده. يعني كمان الابيض ارخص من كده، الابيض ممكن يعمل 100 جنيه، لكن ده عشان رومي بلدي بيعمل 120 جنيه بالكيلو، يعني بمدبوح كده بتباع بالكيلو وبالنص زي ما انت عايز. بصوا الشوط الليبيا اللي انا سلقتهم اهوتي، طبعا انا بليتهم زي ما شفتوني كده في الاول، وسلقتهم وقلت ايه هطبخ بقى عليهم. وجبت بقى الملوخيه دي، طبعا انا نجيت الملوخيه وبجمدها على طول عشان ايه تعيش معايا، وكمان الفضل منها يعني بطلع اطبخ منها كف. بصراحه اول ما بجيب الملوخيه بنجيها، ولو اشيلها في الفريزر بغسلها واحصرها زي ما انتوا شفتوني كده في الغساله، بحصرها عصره حلوه وراح احطها في الفريزر. لو اخليها بره بنجيها برده، لو عايزاها في التلاجة بره كده مش في الفريزر، بروح منجيها ورق واحطها ناشفه زي ما هي كده في كيس، واحطها تقعد بالاسبوع بالاتنين ما يجرالهاش حاجه. فالنهارده انا كنت حاطه الملوخيه بتاعتي ايه في الفريزر مجمده، طلعتها خرطتها بقى على طول، لازم وهي مجمده كده تخرطها على طول، لو فكت ما تتخرطش حلو معاها.
المهم اللي انا طبخت اللوبيا، طبعا انا بنجل لو طبخت في الحله دي بنجل الطبخ في حله تانية عشان يبقى نضيف بعد ما يطيب خالص، وراح اعمل ايه الاكل التاني. طبعا اللوبيا بتاعتي مسلوقه وسبكت الطماطم، ما خدتش وقت يعني، هي 5 دقايق بالكتير وهتطيب. وانا كمان عيالي بيحبوا اللوبيا طيبه شويه، فب يعني بسلوقها بخليها طيبه شويه، فيا دوبك غلوه ولا نص كده واروح منزلاها. شطفت الحله وجيت بقى اعمل مكانها الرز، انا كده بصمت حله واحده بس، مش بخلي كل الحله ايه تصمت، فبصمت حله واحده بس. فانا كده ايه غسلت الحله بتاعتي تاني من جوه كده وبدات اعمل بقى الرز. هنا الرز اللي انا كنت جايباه معاكم اهوتي نص كيلو او اقل شويه، طبعا انا حطيت ايه ربع شعريه يعني ما شاء الله هيزيد، فالنص رز على الربع شعريه كده اداني كيلو الا ربع اهوتي، وكمان الرز هيزيد يعني هيديني كيلو هيكفي العيال، وجنبي ما شاء الله عيش، طبعا احنا جنب اي اكل بنحط عيش، فما شاء الله هيكفي يعني، حتى الرز لما باتش هيصبحوا العيال يسخنوا الطبيخ وياكلوا بعيش. فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هنا داليا ملك كانت بتشطف الرز وانا قاعده بحمر في الشعريه وبخرط برضه في الملوخيه. انا طبعا ركنت الملوخيه بالطشت كده لما غسلت الحله ونقلت الطبيخ ورجعت بدات ايه اخرط فيها تاني. بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا تي ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. هنا ملك غسلت لي الرز وانا قاعده بقى لما الشعريه تحمر، هي تحمر على طول عشان خاطر ايه الولعه جامده، هي هتحمر على طول. طبعا احنا هناكل هنا في الهواء النهارده، في هواء جميل والجو جميل كده اخر النهار كده الجو جميل، طبعا احنا هنا كنا اخر النهار. طبعا معلش انا بحط مرق الدجاج، عارفه ان ناس كتيره بتقول ده وحشه بس انا لازم احطها عشان ايه انا مولف عليها يعني، ساعات بنطبخ من غير لحمه وبنطبخ غردها كده، فبصراحه مرقة الدجاج دي بتنفعنا وبيني وبينكم متربيين عليها يعني ايه من زمان، كان بتابويا برضك يجيبوها وحماتي يعني ايه مولفين عليها، فما بنستغناش عنها بصراحه يعني. فحتى يا لو قالوا حرام ولا قالوا كده الناس بتقول ده مصريه، الله اعلم بقى الناس يعني، عندنا هنا بيقولوا ده مصريه، لا ده عربيه الله اعلم، بس بصراحه هي دي اللي ناس كتيره ما تقدرش تستغنى عنها مرق الدجاج دي، عشان خاطر ايه يعني ساعات والله بنطبخ يعني حاجات كتيره بنحتاجها، لو عملنا شويه ملوخيه وبدنجال كده لازم نحط فيها مرق الدجاج، لو عملنا شويه رز ابيض كده من غير اي حاجه بنحط فيها مرق الدجاج يعني بصراحه ايه لا بتنفع يعني، هي الوحيده دي اللي بتهيجل المصريين كلهم مش هيستغنى عنها. وحتى انا عملها في البيت ما بتطلعش حلوه زي دي، هي دي بتخلي الاكل بصراحه طعمه حلو، فبصراحه انا مش هقدر استغنى عنها. في ناس كتيره بتقول لي ده وحشه، لا مش عارفه استغنى عنها بصراحه، بطبخ الاكل بتهيجلي ملوش طعم، عشان كان مولفين عليها وراء عند حماتي بتحطها وبتابيا كان بيحطوها واخواتي كل يعني كل العيله بتحط المرق الدجاج دي، فتحسوا كده ان انا مش هقدر استغنى عنها، تحسوا انها حد من البيت كده بصراحه، المرقه دي تحسوا انها حد من البيت كده، انا مش عارفه كلكم كده ولا انا بس، لو في ناس بتستخدمها قولوا لي بصراحه انا مش عارفه. المهم اللي انا كده خلصت الرز كمان وسبته يطيب، طبعا هفضيه برده في حله تانية يعني بعد ما يطيب، طبعا انا بوطي على الرز بقى خالص، الولعه دي بعد ما صفت برجع اولعها تاني يعني بخلي الولعه يعني الفحم، انا مولع خشب كبير كده بخلي الرز على الفحم، مش بخلي الرز تحتيه ولعه كده، لا برجع اولع تاني، شايفين حتى مكان الفحم انا مولع بس حاجه بسيطه كده عشان خاطر ايه الملوخيه، لكن انا كنت حاطه الرز على الفحم لاني كنت مولع خشب، والرز دوت لازم يتبع الفحم مش لازم يتبع الولعه الكتيره دي. فطاب وطبعا ايه جربته في حله تانية عشان خاطر ما يصمدش ايدينا ويصمد الحته حوالينا، فبجلي وانا بخلي حله واحده بس بعمل فيها، وطبعا عشان ما صمدش حله الملوخيه حطيت البتاعه ديتي، بس طبعا دي مخرمه برضو بتصمد بسيط كده يعني ايه، لو سليمه البتاعه اللي انا بطبخ عليها الصفيحه دي مش هتصمد خالص، لكن هي مخرمه فبتصمد بسيط كده. فالمهم اللي انا عملت بقى عليها الملوخيه عشان حله الملوخيه دي هخليها لحد ما نغرف وكده يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فطبعا انا زي ما انتم شايفين نقلت هنا القعده ما شاء الله يعني، هنا القعده كلها بقى خلاص، جنبها الكانون بقى عشان نعمل شاي، جنبها البوتاجاز بردك الصغير دوت بالانبوبه بردك لو عايزين نعمل عليه حاجه، بنسخن ساعات برده الاكل يعني، احنا لو كنا هنا بنسخن عليه، هنا لو كنا جوه بنضطر نسخن على البوتاجاز اللي جوه اللي هو شيك ده. فبصراحه انا نقلت هنا، بص الشعله نكفه الغساله هي
ولو حبينا نسخن بلدي، وطبعا بنعمل الشاي على يعني الفحم مكانين، مكان ما عملنا الطبيخ وكده الفحم بيفضل، عشان انا بولع خشب يعني بسمروكه، فبنعمل عليه الشاي، بنحط الغلاية كده او البراد في وسط الفحم بيغلي قبل ما ناكل بقى وكده، وبيغلي بقى بحطه في وسط الكانون يعني مش فوق كده، يعني انا زجاه ورا البتاع دي بس مداريه مداريه بالصفحه دي عشان خاطر الهواء وكده، تفضل الولاعه مولعه وتفضل فحم بقى، بروح زجه البراد بتاع الشاي واحط فيه الشاي ونغلي. المهم ان انا هنا هرش الحته دي من التراب، طبعا الحته دي تراب عوم، فهرشها واقشها كده على الماشي، واروح فرش الحصيره عشان نغرب بقى، وهنتغدى هنا ان شاء الله. المغرب كانت جربت تبدا يعني هو غدا وعشا مع بعض. احنا طبعا ساعات بنفطر امتى؟ ساعات بنفطر قبل الدور بحاجه بسيطه، بعد الدور يعني ايام الصبح بدري، يعني ايه مش ملناش يعني ميعاد وكده. فالنهارده كان ايه كنا هناكل بقى ايه يعني المغرب كانت هتبدا علينا واحنا قاعدين بناكل، فانا قلت بقى هنفرش هنا ونقعد والجو طراوه وحلو، وهي كده كده هو هيمشي عشا هيمشي ايه غدا، يعني هي طقه واحده هتمشي غدا وهتمشي عشا في نفس الوقت. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا، انا عارفه ان في ناس كتيره بتوصل معايا لحد هنا، وبشكرهم والله وبدعي لهم وبحبكم في الله والله العظيم، ربنا يحفظكم لي. انا عارفه في ناس كتيره بتتفرج على الفيديو، فطبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وانا عارفه ان في ناس كتيره كمان بتحط اللايك، انا بقول للناس اللي ما بتحطوش، فانا عارفكم انتوا بتوصلوا معايا، ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب والله، وبدعي لكم بجد والله العظيم. طول ما انا قاعده كده والله بفضل ادعي لكم وافتكركم كده بالخير كده، وافضل ادعي لكم. هفرش بقى الجزء الدفايات دول عشان المنظر يعني يبقى حلو كده واحنا قاعدين، لان الكنبه اللي انا بفرش فيها الكبيره دي فيها قطع كده، فبحب اداريها بلدي ايه واحنا قاعدين يبقى منظر كده، فطبعا هفرشها وانا بفرش حصيره ماده يعني مقطعين عشان ايه الارض يعني ما تتوسخش وكده وما تتبهدلش، يعني التراب ده بياكل طبعا الفرش، فانا دايما الحصيره المهريه دي بفرشها هنا كده، واحنا بنقعد بس ناكل على الارض ونقعد بقى عليه على الكنب ده، بنفضل بقى قاعدين في الهواء على الكنب ده ونعمل الشاي، بنحط القفص ده في النص كده دي وبنحط عليه الشاي وبنقعد احنا فوق، يعني بنعمل القفص كده زي ترابيزه وايه وخلاص بنقعد بقى. بعد ما بطبخ هنا تي وناكل وكده بروح مدخل الاكل جوه، انا ركناه على جنب كده عشان التراب والكنيس، برجع اجيبه بقى وناكل واحطه على القفص ده بردك لحد ما نكمل اكل، عشان العيال لو عايز رز تاني ولا حاجه ونحط، بروح حطه هنا على القفص، وبعد ما ناكل نروح شايلين الاكل انا وداليا ندخله ونجيب الشاي بقى. الشاي عمال يغلي طبعا ايه في دار الصاجه دي، انا دفناه في الكانون كده عمال يغلي، بصوا الشاي ده بقى ما شاء الله حبر تقل كده وما شاء الله عمال يغلي من سعيد، فطبعا هما يعملوا دور اول ودور تاني بقى، دم بيغلي كده دي هيخفوه ويعملوا دور اول ودور تاني. بصوا تعالوا كلوا معانا والله العظيم الاكل بصوا روعه والله، ولحمه الرومي دي جميله جدا ومش بتكلفكم حاجه، ودور عليها اكيد موجوده في كل حته يعني والله العظيم، ورخيصه وحلوه وستين جنيه النص كيلو، يعني كانك جبتي فول وطعميه دلوقتي، لو هتجيبي فول وطعميه يعني اعتبر بالخمسين جنيه دي ستين جنيه، هتطبخي بصي ما شاء الله الملوخيه، وادي اللحمه هي بشربتها، بصوا الشوربه بتاعتها تبقى جميله عامله زي شوربه الفراخ كده وحلوه وجميله والله العظيم، يعني كم زي شوربه اللحمه بتبقى طعمها حلو زي بتاع الفراخ، تطبخي منها تعملي منها، بصوا كده حاجه من الاخر والله. بصوا هنا بقى حطينا الاكل، هركن بقى عشان العيال ما يحكسوش الاكل على القفص، وتعالوا كلوا معانا، وبالف هنا وشفا يا رب لينا وليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.